مفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المضطهدين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدتي نساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا سادتي، يا ليتنا سادتي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا مدرك الثار البدار البدار، شن على حرب عداك المغار، وأتي بها حمراء مرهوبة تعقد ليلا فوقها من غبار. يا قمر يتم أمان أن تغير أعداءك، والصبر غار متى تسل البيض من غمديا وتشرع السمر وتحمي الدمار في فتية لها التقى شيمته. ويا آل ثارات الحسين الشعار، كأنما الموت لها غادة والعمر مهر والرؤوس النثار. سيدي أبا صالح أترضى على الدار هجوم العدا، أترضى على الدار هجوم العدا، مود أضرم الباب بجزلين ونهار، ورب من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد قهرا جهارا.
الأحرار قد أسقطوا جنينها واعترى من لطمة الخد العيون احمرار فما سقوط الحيام ما صدرها ما لطمها ما عصرها بالجدار ما وكسها بالسيف في ضلعها وما انتثار قرطها والسوار ما دفنها في الليل سرا وما نمشي الثرى منهم عنادا جهار وزادت البنت على أمها من دارها تسبى إلى شر دار تستر باليد لها وجها وإن أعوزها السيد تمد اليسار لا تفزغ يا شيء امس كي لا ترى زينب حسرى ما عليها خمار لعجل بدوله يا خليفة العدنان في ثار من بكربلاء مذبوح عطشا يا ابن الحسين يا حجتا الله انهاضم تعجيل وجرد حسامك يا ولينا وسوم الخير وانشر بيارق للنصور يا ابن البهاليل ضاجت علينا الواسعة وجارة العدوى في البصور وانت الدخور والخبر عندها باللي جرى بعد النبي المبعوث جدا كل معلوم كل ما صار يتوقد بجبده هاياك معلوم قلبك بالحزن مشتعل نيرا والله ما هي مصيبة نقول طرفك غاض عنها تنسي كسر أضلاع جدتك حزنة تنسي لطم خدها لوين هيت سقط حملها لقد حيدر يا رفيع القدر والشام والله لو ضربت المحراب لو عمك المسموم لوم الذي في كربله غسل بالدموع من المصايب مالفة لك خبر معلوم لا تنتظر أمر العليه الواحد الديا هات ما تنسى غريه بالغاضرية هيهات
بعد ما تنسى صنيع الأعوجي واللي خذوها ميسراها فوق المطية. شوف راس حسين يزهر فوق الاسنان ولكنما المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله العزيز في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما جاءهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتعجيل الفرج أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. ثانية يغفر الله لكم. حبا للزهراء الثالثة وارحمنا بمحمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم يا كريم. أكبر الحزن والأسى والتضجر والندم هو أن يحصل الإنسان على شيء ثم يفقده، خصوصا إذا كان هذا الشيء كبير عظيم مفيد نافع منجي يوصل إلى ما هو أكبر من الخير. الآية المباركة تشير إلى حالة الارتداد وحالة الفشل وحالة التراجع لأناس وفقوا للخير وفقوا للهداية وفقوا إلى الصراط وفقوا إلى أن يخرجوا من واقع معين مقيت إلى واقع ممتاز يغبطه أو يغبطهم عليه آخرون. لذلك طبعا هذا الارتداد وهذا التراجع وهذا الفشل أكو له أسباب، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما جاءهم الهدى. ارتد على أدباره يعني رجع القهقرة، رجع إلى حالة السابقة السيئة الفاشلة الغير منتجة بعد أن أخرج من هذا الوضع المشين وإذا به يرجع إلى نفس الوضعية السابقة التي كان فيها في وضعية متعبة جدا، كان في الضلال. أخرجه الله سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهداية، وإذا به يرجع مرة ثانية إلى الضلال، يرجع مرة ثانية إلى الضلال. ليش؟ هناك الآية تعطيك كشف واضح
عن السبب. فلذلك حينما تضع بين يديك هذه الحقيقة يعني تريد أن توصل إليك أيها الإنسان، عليك أن تأخذ الحذر، تلتفت، تعرف السبب حتى تأخذ الحذر. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما جاءهم الهدى، شو السبب؟ الآية تقول الشيطان سول له وأملى له. سبب واضح من الأسباب التي تجعل الإنسان يتراجع بعد الهدى، يرجع إلى الضلال بعد الهداية، سببه الشيطان، تسويلات الشيطان، تسويلات إبليس، أمنيات إبليس. احنا أشرنا البارحة إلى بعض جنوده، وأشرنا فيما سبق إلى أنه هو العدو الأول للإنسان. لذلك اربط الكلام هذا بالكلام السابق حتى تكون عندك الحلقة كلها متكاملة والفكرة متصلة مع بعضها البعض. في هذه الليلة وفي هذا الوقت السريع نشير إلى بعض تسويلات الشيطان للإنسان، بعض الأمور التي طبعا أمور كثيرة لكن نشير إلى بعضها حتى نعرف ونروح نبحث عن بقية الأمور التي هي من تسويلات إبليس، من تسويلات الشيطان، تناخذ حذرنا منه ومن مكايده ومن تسويلاته ومن أمانيه، ونصحح الفكرة التي تربطنا بالله سبحانه وتعالى في الجادة المستقيمة. من تسويلات إبليس هو أنه يعد الناس عن الله، يعدهم عن الله مو عن نفسه، مو يقول أنا بسوي لكم، لا يقول الله يسوي لكم. شوف يعني يجيهم بلباس الله سبحانه وتعالى، يجيب لباس القيم، يجيب لباس المبادئ، يجيب لباس الأخلاقيات، أريد أن أفعل، أريد يستفيد، أريد كذا. هذه كلها شنو تدخل فيها الخانة؟ تسويلات شيطانية. أريد ننقذ الشعب الفلاني، أدري تنقذ الشعب الفلاني تجزر بيها شكل تجزير، شلون هذا صار إنقاذ؟ لكن شيطان سول لهم وأملى لهم. شو يقول علي بن أبي طالب؟ يقول يا كميل، كميل بن زياد، يقول يا كميل إن إبليس لا يعد عن نفسه، ما يقول للإنسان أنا بسوي لك، وإنما يعد عن الله، يعد عن الله فيحملهم على المعصية فيورطهم. لطيف، يحمل الإنسان على المعصية فيورطه، وبعدين يوصل الإنسان إلى حال يقول أنا خلاص بعد، أنا الله يتوب علي، هل قد مسوي، هل قد تاري، هل قد فاعي، خلاص يوصل إلى حالة شنو؟ وإحنا قلنا البارحة سياسة الشيطان هي السياسة الاستدراجية، يستدرج الإنسان حبة حبة، خطوة خطوة. هذه واحد، طبعا احنا ما بنرشح وانما نجيب عناوين ونمشي عنها، انت عليك التفصيل. الامر الثاني من التسويلات الشيطانية
هي التزيين، يزين الإنسان الفاحشة، يزين الإنسان المعصية، يزين الإنسان العمل القبيح. هل أدلكم على شجرة الخلد وملك؟ الله لا يبلى. أعطيكم أدليكم على شجرة، هاي الشجرة هذه إذا أكلتون منها بعشنو يصيرون من الخالدين، يصير عندكم خلود. الشيطان يقول للإنسان يزين له، ترى هذا العمل يوصلك لهالشكل، هذا العمل يخليك كذا، هذا العمل يعطيك أموال، يعطيك جاه، يعطيك شهرة، يعطيك يزين له. وبعدين يدخل بالمصيدة، إذا دخل بالمصيدة شي طلعه. يقول الله سبحانه وتعالى: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ترى ما اكو واحد يعمل عمل ويقول هذا عملي قبيح، حتى اللي يعمل شنو القبيح يقول هذا عملي 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 صحيح، لان الشيطان يقول له هذا صحيح، ابليس يقول له صحيح، يقتل الانسان يمثل به يقول له هذا، حتى الاخرين يعتبرون الله هاي شيطانه، هاي شيطانه هذه، حتى الاخرين يعتبرون انت لازم تسوي اكثر، تقتل النساء، تقتل الاطفال، تقتل، تنهب، تسرق هيك على حتى من اجله حتى الاخرون يعتبرون. هو يقول له يزينوا لهم اعمالهم. عندنا امر ثالث، احنا نطرح فقط ثلاثة. الامر الثالث من تسويلات ابليس، من تسويلات الشيطان، من امانيه التي يعطيها الانسان، هو ان يوقع بين بني البشر الحسد والبغي، يوقع ما بينهم الحسد والبغي. يقول مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه: قال إبليس لجنوده: ألقوا بينهم الحسد والبغي فإنهما يعادلان الشرك بالله. الحسد والبغي يعادلان الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. يقول لك هذا الحسد والبغي يعادلان الشرك، وأكثر الراقدون في المقابر سببه شنو؟ حسد. حسد والحسد خطير، واجر خطير. إذا تمكن من الإنسان، لذلك المؤمن ليس من صفاته أنه يحسد، المؤمن يغبط لكن لا يحسد، وهناك من يحسد ويرتب مجال عملي على فعله، يتمنى زوال نعمة إنسان ما، والبعض يشتغل عليها أيضا حتى تزول، يوقعه في خطأ، يوقعه في مشكلة، يوقعه في كذا حتى تزول النعمة من عنده، كيف ينشونه حتى كذا، كيف يصلونه. لكن إذا جيت إلى حقيقة الأمر تشوف هذا عنده حسد في قلبه للآخرين. ألقي بينهم الحسد والبغي فإنهما يعادلان الشرك بالله سبحانه وتعالى. زي عرفنا ثلاثة من تسويلاته، من أماني أي خليها في بالك وحاول تطلع على أكثر، لأن هناك أيضا في نقاط أخرى. الآن ننتقل إلى حلقة ثانية، مفصل آخر مرتبط بهذا المفصل، إن كيف نحن نأخذ الوقاية والحماية من هذا العدو.
شلون ناخذ الحمامة الحماية، شلون ناخذ الوقاية، شلون تكون عندنا حصانة حتى لا نرتد على أدوارنا فننقلب خاسرين. إن الذين ارتدوا على أدوارهم من بعد ما جاءهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. والنتيجة شنو؟ نتيجة خسران، النتيجة فشل، النتيجة صعبة، لأن دارنا هذه أحبتي دار انتقال، دارنا هذه دار عمل، العمل الصالح، فأكثر من العمل الصالح حتى تفوز هناك، لأن القضية ليست في دار الدنيا من جمع أكثر، من كان عمره أطول، من كان لديه أولاد أوسع وأكثر، لا، وإنما فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة شنو؟ فقد فاز. هذا هو. عندنا خمسة أمور هم نشير لها على سريع. يقول جاء في الحديث أن إبليس قال خمسة، خمسة ليس لي فيهن حيلة، ما عندي حيلة عليهم دولة، وسائر الناس في قبضتي، بس هالخمسة دولة أنا ما أقدر عليهم، وسائر الناس من لم يكونوا في ضمن هذه الدوائر الخمس يقول فهم في قبضتي، يعني أقدر عليهم أسيطر عليهم. خلنا نشوف حسب كلامه هو لعنه الله حتى ناخذ حذرنا منه. يقول من اعتصم بالله بنية صادقة وتوكل عليه في أموره كلها فليس لي عليه سبيل. ومن يتوكل على الله شنو؟ فهو حسبه. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اعتصم بالله سبحانه وتعالى، لكن بنية صادقة نظيفة صافية. من اعتصم بالله بنية صادقة وتوكل عليه في جميع أموره، هذا بعد ما للشيطان عليه من سبيل. هذا واحد. اثنين، ومن كثر تسبيحه في ليله ونهاره، هذا الذي يذكر الله أيضا شنو؟ في الليل والنهار، هذا ليس للشيطان عليه سبيل. الذين يذكرون الله قياما أقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا. يذكر الله بالليل بالنهار، ها اللسان الذي يذكر الله، العقل الذي مندمج مع الله. الشيطان ما يجي يمه الشيطان، لان عقلك يصير مشغول بذكر الله، بعد ما يصير عندك تفكير لشيء اخر. ومن كثر تسبيحه في ليله ونهاره، وانت قاعد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اللهم صل على محمد وعلي محمد، استغفر الله ربي واتوب اليه، ردد هذا الذكر ذكر جميل. الشيطان يجي ثلاثة. ومن رضي لأخيه المؤمن ما يرضاه لنفسه،
هذا أيضا في حصن. ليش؟ لأن هذا يسد على نفس باب الحسد، أن ترضى لأخيك المؤمن ما ترضاه لنفسك. أنت تحب أحد يؤذيك؟ لا. تحب أحد يأخذ حقك؟ لا. تحب أحد يغالطك؟ لا. تحب أحد يكذب عليك؟ لا. تحب أحد يخدعك؟ لا. كذلك ها خليها لأخوك المؤمن، فلا تكذب ولا تغالط ولا تخادع ولا تغتاب ولا تنمم. حب لأخيك المؤمن ما تحب، فإذا فعلت ذلك سددت بابا عظيما على الشيطان، سديت عليه باب بعد ما يقدر يجي يمه. أما إذا لا ما حبيت هذا لهذا، فهذا بيصير شنو؟ فهذا بيصير في مجال إلى أنه شيطان. سيارة الأمر الرابع بعد أن قلنا أن إنسان يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، أيضا عندنا في الخمسة الذي اللواتي ليس للشيطان فيهن سبيل على الإنسان، هو ومن لم يجزع على المصيبة. عندنا فرق ما بين الجزع على المصيبة ما بين البكاء في المصيبة. البكاء ماكو إشكال فيه، لكن الجزع هو اللي شنو؟ ممنوع. لا تجزع على المصيبة. المصائب حق واقع ما تقدر تتخلى عنهم، ما تقدر تفر منها. رضاء بقضاء الله وقدره، ترضى بقضاء الله وقدره. واحد يبكي العين تدمع قلبه يحزن، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله. لا تجزع. للأسف عندنا أكو بعض الأحيان نفت أشير إليها، وهو في حال فقده أسرة، في مثلا فقدت شاب وجو بعد ما غسلوه وحنطوه كفنوه، وعلى أساس أنه الجماعة يجون يشيلوه، يشوفوا يدخلون أهل فقيد إلى وين؟ إلى المغتسل، ويعلو الصياح والعياط والجزع. هذا يؤذي الميت، هذا البكاء يؤذي الميت. تصور لولا، تعرف لولا، هذا مو صحيح. أبكي ولكن بكاء مو بجزع، إلا صوت يوصل إلى آخر الدنيا، واللي يغشى عليها واللي تمرض واللي كذا هي معذورة، لكن المؤمن والمؤمنة راضيان بقضاء الله وقدره. مو شكل وليش الجزع؟ الإنسان ما يجزع. المؤمن صبور، المؤمن يرضى بقضاء الله، المؤمن في الهزائز وقور. ويوم نقول المؤمن، المؤمن أيضا نفس الشيء. ومن يجزع هذا يعني هذا خلاف الإيمان. ما حد يقول لك لا تبكي، أبكي، لكن البكاء بلا جزع، لأن هذه محطة من المحطات اللي يدخل إلى الإنسان الشيطان فيها. ليش أنا؟ ليش ولدي؟ ليش كذا؟ وبالنتيجة هاي الدنيا شكل هالولد وهالبنت وهالرجال وهالمرأة. أكو عندك اعتراض على الله؟ لازم ما يصير عند المؤمن اعتراض على الله،
لأن هذه محطة من محطات الشيطان إذا اعترض على الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر عندنا هو أن يرضى بما قسمه الله له من رزق ولا يهتم برزقه، لأن من الرازق؟ أكو إنسان في الحياة هو يرزق نفسه بنفسه؟ لو أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، مو الله اللي يرزق؟ فليش هذا حامل هم رزقك؟ ليش؟ الإسلام ما يجي يقول لك لا تبحث عن رزقك، ابحث عن رزقك، لكن لا يكون همك ليل ونهار دائما هالشكل، اتحاتي متعب عقلك، متعب فكرك، متعب حالك، على اساس شنو؟ على اساس باكر حصل رزق ما حصل رزق كذا، وصاير عنده نوع الهلوسه. بعض حتى بعضهم حتى في الاحلام يجي اليه انه نازل عليه دراهم، نازل عليه دنارين، نازل عليه دولارات، نازل عليه ذهب، نازل عليه فضه، من كثر ما يحاتي، من كثر ما يحاتي صار عنده هالشكل، حاله الهلوسه. يا اخي الرزاق هو الله، المعطي هو الله، المانح هو الله، واسألوا الله من شنو؟ من فضله. قل يا رب عطني وسعة على المرء أن يسعى بمقدار جهدي وليس عليه أن يكون موفقا. لا تحمل هم غد هم الرزق غدا، لا، الله سبحانه وتعالى كافل انه الكريم، الرزق كافل انه الكريم، وماكو واحد يموت بالجوع، الله سبحانه وتعالى كافل رزقه، لكن اسعى. الاسلام يقول لك اسعى، روح اسأل ابحث، لكن لا يكون عندك ليل ونهار وتعول عليه. زين في امور كلها هالشكل صاير، لا، هذا أيضا مدخل من مداخل الشيطان، يجي يشكك في الله سبحانه وتعالى، يشكك الإنسان في الله. ما بعض يقول لو الله يحبني كان ما صرت هالشكل، بعض هالشكل، لو الله يحبني كان رزقني. الله الله ما يحبك يعني؟ شو المنطق هذا؟ لكن هذه منطق إبليس، هذا منطق إبليس. لذلك الرضا بما قسمه الله هو أفضل. ترى الغنى مو قضية، لا، الهم الأكبر هو أن ترضى حتى ولو كان هذا الرزق شنو؟ قليل. فلربما في القليل بركة وفي الكثير ما في بركة. كم من واحد عنده أموال وعنده كذا وعنده كذا، مبتلي بأمراض، مبتلي بمشاكل، مبتلي مبتلي، واكو إنسان ها راض بما قسمه الله له، مستانس، نفسيته مرتاحة، أعصاب هادئة. إذن من مداخل إبليس، من مداخل الشيطان، هو أن لا يرضى الإنسان بما قسمه الله إليه من الرزق. والقناعة كنز شنو؟ هذا ما يفنى. ولا تحمل هم غدا، لأن الكافل هو الله سبحانه وتعالى، الرازق هو الله عز وجل، المعطي هو الله سبحانه وتعالى، ما في غيره. اعتمد عليه، توكل عليه، اعتصم به، تجده أمامك في كل حين وفي كل لحظة. أما الذين يذهبون وراء الدنيا ويلهثون وراء الدنيا ويجي يقول لي املأ ركابي شنو؟ فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجبة، قتلت خير الناس شنو؟ أما قال لي إذا تعرف أنه خير الناس أما وأب لما قتلته؟ حقدرهم
حق دينار حق أرض حق أمره. الله أكبر. مواكو الآن في عصرنا بعد عندنا البعض من أولادنا للأسف يروح في مجال المحرمات والمخدرات بناء على أنه بيكون تاجر من أكبر التجار. الشيطان يسول له ويملي له، وإنما هذا فيه الخسران المبين الفشل الكبير من الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما جاءهم الحق من بعد ما جاءهم الهدى. الشيطان سول لهم وأملى لهم. إذا تعرف أن هذا حرام ليش تسويه؟ جاءهم الهدى يعني عرفت أنه هذا حرام. هذا جاءهم الهدى يعني شنو؟ مو أنه تعرف الله بس، هذه وحدة. الوحدة أنه تعرف أن هذا حرام، فإذا تعرف أن هذا حرام ليش تسويه؟ إذن هذا مصداق للآية، جاءهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. إذا تعرف أن الصلاة واجبة وتعرف أن هذا واجب ليش ما تطبقه؟ هذا هدى، قد جاءك من الله الهدى ليش ما تسويه؟ إذن هذه تسويلات الشيطان، تسويلات الشيطان. لذلك من أغواهم الشيطان وأضلهم على علم. هم يعرفون الحق لكن تركوا الحق ومضوا إلى الباطل. ما اكتفوا أو ما اكتفوا بقتل المولى أبي عبد الله الحسين، بل فعلوا ما فعلوا، أفعلوا أشياء عظيمة. ردوا جسد الحسين. زينا في اليوم 12 طلعت من المخيم، أو يوم 11 يوم 11 طلعت من المخيم، وإذا بها ترى القوم يدفنون بعضهم بعض، يدفنون موتاهم من بني أمية آل يزيد. وقفت زينب متعجبة، ما دول يقولون احنا مسلمين؟ وحتى لو ما هو مسلم، حتى غير المسلم اذا شاف انسان مقتول ميت ما يدفنه؟ هي سنة انسانية. صاحت يا ابن ساعد، قال نعم يا زينب، قالت ألا تواري الحسين؟ ما تجهزه، ما تجهزون الحسين؟ قال يا ابنة علي لا أكرمن لك عيناها. زينب رجعت إلى المخيم تباري أطفال الحسين ويال الحسين، وتباري زين العابدين أيضا علي مريض. ما هي إلا لحظات خرجت مرة ثانية من المخيم، وإذا بها الخيل، ترى الخيل صاعدة نازلة على صدر المولى. يقول مولاي زين العابدين، كنت في المخيم وإني لأسمع تكسير ضلاع والدي الحسين. صحت زينب ومحمدا وعليا وفاطمة، كأني بينادى أدقوم يا سجنة من الخيام ويا النساوين. شوف الخال الدوس عزنا حسين، قوم الروح المعركة
للوالي نشيل جثة ولينا تحطمت من حافر الخيل طلعين يا ويلي والمدامع تشبه السيل شافت اجساد على الثرى كلهم مزوري صحت يا عم بالجثث ما تخبريني من هالذي مقطع يا عم اقبال عيني يمه ولاد ثنيين والله مذوبيني ما ادري ابن عمي يا عم جثته ما ادري تغير مثل بدر الفيخ سوفا لو وقعنا بعيد واحنا ما نشوفه وعلامة العريس نخضوبة شموفة ولا سمحنا بيضمع عاد من الجب ما اشوف انا اولادك يا عم محمد وعون ما اشوف غيرك ماربي العركة يزورو ادم قطع بالحريب اوداك مطعون كلهم بلي عروس شوف فجعه البن صحت يا عم صحت يا سكن اللي مقطع للاكبر واللي اقبال اولاد عبد الله بن جعفر وابن الحسن بثيايا بعرسه ما تغير من طلعت ملبس ثيايا بالعرس تكفي صحيت اولاد امي البنين اهل الحميه ما تخبريني وين صار يا زكي صحت يا سكنة حاجتها احزاني علي قلبي تراه داب سكت لا تنشدي دول اولاد امي البنين اخوان عباس اولاد ابويا المرتضى صعب الامر واما الكفيل على النهار جثة بلا راس واللي تدوس الخيل صبر عز نحسن لا غسلوا لها لفوا بكفنين يوم الطفوف ولا مدوا علي رداء عار تجول علي الخيل اللهم انا نسألك وندعوك يا حب الخلق اليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين
والأئمة المعصومين من ذرية الحسين، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اللهم فرج عن إخواننا المعتقلين فرجا عاجلا، نعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتنا هذه ولك قبلنا تبعة أو ذنب تعذبنا عليه. اللهم اجعلنا